التمريرات السعودية وهنا نقلة للأمام وركلة جزاء. مهند حسيري في محاولته وبطاقة. الحمراء تظهر. شفقات مولا جونوف. إذن بطاقة حمراء وركلة الجزاء موجودة. ركلة الجزاء موجودة. يا ليت نشوف الإعادة. حكم اللقاء الدولي القطري بنجر الدوسري والاستبعاد بالبطاقة الحمراء شبكات مولا جونوف. البطاقة الحمراء مع الدقيقة رقم 27. هنا شوف المحاولة. شوف. تابع. يعني مهند متوجه للتسجيل، ولكن هناك إعاقة كانت موجودة. شوف داخل منطقة الجزاء وبطاقة حمراء وبطاقة تظهر في الدقيقة رقم 27. وهنا يغادر اللاعب مولجلاف شافاكاتا لاعب المدافع. إذن المدافع الآن يغادر. إذن وركلة جزاء موجودة لمصلحة المنتخب السعودي. حارس المرمى الآن نستروف أغناتي، حارس مميز تماما في صفوف المنتخب الأوزبكي. نتابع عزيري وركلة الجزاء والهدف الأول يأتي لمصلحة المنتخب السعودي. عزيري في الكرة الماضية. شوف هنا أيضا حكم اللقاء وحديث مع لاعبي المنتخب الأوزبكي، يبدو لي غير راضين في دخول لاعبي المنتخب السعودي يبدو لي قبل التنفيذ. على العموم نشاهد الإعادة، ممكن بالإعادة نعرف منها كل شيء. هنا بنجر الدوسري حكم هذا اللقاء يتحدث مع لاعبو المنتخب الأوزبكي. وهنا أيضا هنا شوف ألكسندر تشرخ. تعب ممكن على أساس وقوف اللاعب، مهند العسيري، ممكن عشان وقوف اللاعب يعني قبل التنفيذ. لذلك شوف حتى حارس المرمى يعني شوف ذهب مباشرة الحكم يقول أنه وقف اللاعب مهند عسيري قبل التنفيذ. على العموم القرار موجود مع حكم اللقاء، ولكن مثل هالمعلومات يعني يجب أن نقولها بكل أمانة، يعني كان وقوف أو تحرك أو